مصر الحاصل على البطولة والوصول لأولمبياد باريس القادمة بإذن الله. منتخب مصر اللي كانت مشواره شروة في الأخير مع الكاميرون فاز 35-16، وفي دور الثمانية الكبار أقصى أنجول كرات العد التنازلي الطاقم المجري الدولي للقاء اليوم آدم بيرو وأوليفر كاس للقاء اليوم داخل صالة الكبرى بمجمع الصالات. يلعب الكرة تقاطع الخط الفلبي ويعدي والاخطبوط يتصدى للي بيشوط. حاول الكرات يطلع من الباك الشمال يسيب الكرة ويشوط الكرة من بعيد وتصدى مرة ثانية. هنداوي 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 كاتونجا كاتونجا يلعب لا مبسوط يا لكن يشيل الكرة. حاول تصوبات الحرباوي يتصدى مهدي الصنعي يلعب الكرة يدخل مع علي فاول مهاجم هالي علي نقدر نعمل هجوم خاطف على طول. يلا سيسا يلا سيسا الكرة الخالية بس رخيصة يا سيسا. حاول الاهداف من الجنوب بلال يسيب الكرة يشوط الكرة مرة ثانية يوسف بره. يلا كريم يجري عند علي علي زين باك شمال يلعب الكرة حلوة قوي سند اللي بيطلع من الجناح اليمين طاهر المصريين اثنين لا شيء لصالح الدرع عايز يعدي الوايت هورس يلعب الكرة ليحيى يلعب الكرة حلوة قوي يا سند يا سند بحبك يا نعم. هيقطع من الجناح قفل عليه شوت من بعيد لسه كنت بقول مميز أسامة حسني يحرز الهدف الأول لتونس يلعب الكرة بره بره عمر بن عبد الله ابن مكنين يشوط الكرة يوسف من التسعة متر يحرز الهدف يوسف معرف 3-2. يلا رجالة على مهلنا يا ولد يا درع يا ولد يا درع الوايت هورس وايت هورس بيعمل امبريلا بيعمل المروحة سند ويحرز الهدف سند 4-2 يحرز الهدف سند لاعب نيمان الفرنسي يلعبها كويس قوي مشواره كبير عند انور يلعب الكره عند لكن يقع لكن يا دخل دخل ما عرفش يمسك الدراع وده كان لازم مهم جدا بيحرز التمرير 4-3. يلا يا رجاله يلعب الكره عند علي اللي يسيب الكره كويس قوي ليحيى اللي يلعب الكره حلوه 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 يلعب الكره كويسه قوي عند يحيى الدرع يتقدم لمنتخب مصر 5-3. يا سلام على الكور الحلوة حلوة الحلوة حلوة من اليحيى لليحيى هايلة الكورة نزل انور لا ويعدي يا ولد يا ولد يا كاتونجا ارى بقى المرة دي يكمل يلا المرمى خالي الهدف خالي انا شاور كمان الجمهور وغير الامور اللاية المصرية 6-3 يقفل على عبد الحق اللي بيعدي هارد لك يا كريم هارد لك خلاص زعلان طبعا كريم يلعب الكرة عند علي اللي يلعب الكرة عند عادل اللي ياخد الكرة عادل بالشمال اخر جمال لاعب دايرة بطريقة هايلة يا دولة عايز يعدي يعدي ويحرز الهدف الباك اليمين وايقاف مؤقت دقيقتين لابراهيم المصري عند يحيى الدرع كصانع العاب يسيب الكرة عند علي اللي عايز يعدي ويشوط الكرة علي لكن يكمل معاها يا ولد يا ولد يا ولد ايه الوايت هورس المتابعة عالية للكور الغد ويتصدى الحارس بيتصدى الحارس مواليد 96 عايز يلعب الكرة على الدايرة ويلعب الكرة عايز يلف الكرة تيجي في القائم مرة ثانية عايز يلعب الكرة حلوة يا ولد على التمريرة يا ولد على التكتيك العالي ايه الأداء الغالي ده علي بيلعب الكرة ليحيى خالد اللي بيهوش يلعب لسند عمل خداع حلو قوي واتفتحت الزوايا ويصد كريم هنداوي دلوقتي الكرة بشكل حكاية وتروح هجوم خاطف عند سند في اليمين اوه الميم مهارة والسين سرعة والقاف قوة عنوان الهدف ده تصدى بمهارة هنداوي لعب الكرة بسرعة من الجناح على طول الدرع لعبها في الجناح العكسي عند سند اللي بيحرز الهدف لمنتخب مصر سند هايلين ولاد المصريين في الدقايق اللي اتلعبت في الصالة الكبرى بمجمع الصالات في كل المهارات بطولة افريقيا للرجال
اخر جمال عايز يعدي يقف قدامه هايل يشوف الكره من الثبات قويه بيلعب الكره من بعيد قويه بيلعب الكره قويه ثانيه يقطع من الجناح كويس يعدي حلوه لكن تيجي في القائم عدى كويس يروح يوسف في الجناح انفراد مع كريم انداوي الاخطبوط عايز يعدي يلعب الكره كويس قوي عند الدرع يلعب الكره حلوه قوي سند في الجناح التمرير عاليه بنجاح وسند من الجناح يحرز الهدف سند 11-6 الصنعي شوت من بعيد قويه بخبرته مصباح الصنعي عايز يعدي خالد يلعب الكره خيري عمل روتيشن يروح سند يا ولد يا سند يا ولد يا سند يلعب الكره من الجناح اليمين ويحرز الهدف 12-7 لصالح منتخب مصر عملها حلوه قوي تاني هدافين الدوري الفرنسي اوه والاخطبوط يصد حبوا يعملوا كره سريعه وتروح للسند في اليمين اوه حلوين ولاد المصريين 6 اهداف لصالح منتخب مصر يلا يا رجاله الصنعي يشوط الكره من بعيد يتصدى له الاخطبوط من جديد خيري صانع الالعاب اللي خد المسؤوليه دلوقتي مهاب نزل يا ولد يا ولد لغه المحترفين حلوه لعب الكره لعلو المصري يشوط الكره عبد الحق بمجهود فردي يلعب الكره كده من على 9 متر عدي خيري يلعب الكره حلوه للدرع يا ولد يا ولد يا هورس يا ولد انا اهو طبعا موجود وتفهم الوعود يحيى يغير اتجاهه للتصويب يقف قدامه يلعب على الدايره يستلم الكوره من تقاطع الخط الخلفي يستلم الكوره من على الدايره خط خلفي يلعب الكوره حلوه قوي تروح في الجناح لاكرم لاكرم يسري من تمريره يحيى خالد يحرز الهدف صبحي وزير الشباب والرياضه بيحضر اللقاء مره ثانيه عايز يعدي يلعب الكره قويه تصويباته قويه تصويباته قويه من بعيد عبد الحق عايز يشوط الكرة من بعيد وقوية التصويبة ويحرز الهدف بلاش نفقد الكرات الصانعي يشوط من بعيد الصانعي بلاش نفقد الكرات منتخب التونسي يقدر يرجع في أي وقت يرجع مرة تانية الدرع يلعب الكرة حلوة قوي عند يحيى خالد اللي بيخترق الدفاعات بيسحبوا الملعب كويس قوي الاثنين بيعملوها مع بعض الفيس بريم جماهير تفرق كتير الصانعي عايز يلعب على الدايرة لكن تقطع الكرة روح قبل الوقت ما يخلص شوت الكرة ما حسبهاش الحكم ما حسبهاش الحكم ما حسبهاش قال لا قال لا خلص الشوط وهو بيشوط الكرة التصويبات بفعالية 50% يوسف معرف أحرز هدف من 4 تصويبات بفعالية 25% وبالحق بن صالح أحرز هدف يلعب الكرة مرة ثانية عند الدرع اللي عايز يلعب الكرة حلوة قوي سيسا في الجناح لوحده تبقى ياسين بالخائط اللي يلعب الكرة عند سند ويشوط الكرة الياية المصرية يلعب الكرة خط واحد عايز يلعب الكرة على الدايرة يستلم الكرة ويحرز الهدف من على الدايرة لتوني للتمريرات يعني في رمية اتحسبت يلعب الكرة حلوة يا سلام يا يحيى يا سلام يا يحيى يا سلام الاسيست عالي والهدف غالي المغرب بعد تعادل 30-30 مرة ثانية عدي عايز يلف الكرة ويلف الكرة أسامة حسني دايرة تتقطع ياخد رمية حرة عمل فاول تكتيك يلعب الكرة ويعدي ويعدي يشوط الكرة ويحرز الهدف يلا يا علي أكد يا علي يا علي يا علي بحبك يا علي يلعب الكرة حلوة قوي يا علي ويحرز الهدف علي زين لاعب دينامو بوخارست له مشوار كبير مع كرة اليد شارك في الصالة طبعا بيهوش مرة وانت ويحرز في التالتة يوسف عايز يعدي يرجع بالكورة للدرع اللي يشوط الكورة وعيد هورس من بعيد وهدف جديد 21-16 باك اليمين راح باك شمال مع تقاطع الخط الخلفي ولكن يتصدى كريم هنداوي وتروح عمل متابعة جيري سند جات له هدية نقص عدد خدوا رزق ويشوط الكرة عبد الحق ويحرز الهدف كرة مبين يلعب الكرة للدرع يلعب الكرة لسيسا هو القائم
درع يجاز عند يحيى خالد في الباك اليمين اللي طالع حلو قوي. يلا 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 يا سيسا الكور خاليه مش رخيص يا سيسا يا سيسا فرديه لزيق والاخطبوط لزيق والاخطبوط ويحرز هارد لك 19 علي هاوش اول مره ويحرز في ثاني مره علي بذكاء في الاداء في الزاويه 90 الشمال اخر جمال حلوه حلوه علي زين كوره اليد المصريه يلعبها حلوه 100 100 حلوه حلوه وقفوا عايز يلعب الكره من الباك للباك يحيى عيد مستناك يلا نعمل هجوم خاطف يجري سند باليمين يلعب الكره حلوه للدرع ايوه 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 ايوه, أيوة. موجه ثلاثيه لكره اليد المصريه حلوه لازم واحد يشوط الكره على طول يلعب الكره يحيى الدرع اللي يشوط الكره من بعيد حلوه يا ابن البلد خلفي عبد الحق عايز يعدي يلعب الكره في الجناح استلم الكره بصعوبه رايح مع كريم هنداوي ويحرز الهدف معدي كويس قوي يحيى خالد يلعب الكره عند خالد تتقطع الكره ويروح يوسف يلعب الكره لوحده خالص انور ويحرز الهدف انور صوره حلوه قوي بين عبد الله وكريم وصل لغايه عنده كده الاثنين حضنوا بعض وبس بعض كده طبعا في اللقاء ولقاء اشقاء ولكن يا رياضه مكسب وخساره يلعب الكره حلوه قوي بقوه لقطه حلوه حلوه لقطه اشقاء يرجع مره ثانيه عبد الحق يلعب الكره وتروح لمنتخب مصر يلعب الكره على طول عند سيف من الجناح الشمال يلا يا سيف ويحرز سيف يا سلام على الصوره دي حلوه 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 الجماهير المصريه التقادم لمنتخب مصر 26 عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة ويحرز استلم الكرة من على الدايرة اسلام يحيى حلو قوي يغير اتجاه اللعب حلوة يا دولا يا دولا يا دولا المهارة حلوة حلوة الطريقة مش معقولة في البطولة يا دولا يستلم الكرة الله اللي عايز يشوط ياخد ارتقاء يسيب الكرة على الدايرة يستلمها ويحرز ويحرز اسلام هارد لك يا كريم يلعب الكرة عند خيري صانع الالعاب مرة ثانية الوايت وانس قوية على التقاطع في الخطوط الخلفية يا ولد على الصورة الحلو قوي من وراه ويستلم الكرة ويشوط الكرة قوية ويشوط الكرة الصنعي وعلي محمد علي رامي تقاطع الدرع يغير اتجاه الملعب ويقدر يعدي خيري يا سلام على الكرة من ورا ظهره بسيف ويشوط عبد الله كسير عايز يعدي يوسف يرجع بالكرة لعبد الحق يتصدى علي البداية الدولية لعلي أول أولمبياد للناشئين يلعب الكرة حلوة قوي عند سيف يلعب الكرة تصويبة قوية من الباك اليمين مش معقول مين اللي لعبه كله مرة ثانية سيف 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 يشوط الكرة زي السيف ويحرز الهدف ويرد تونس من على الدايرة أسامة رامي الجانب طبعا طبعا لازم يسلمه على طبعا ويشوط الكرة هوبا بره وتروح لتونس آخر دقيقة خوان كارلوس باستور إن أب يلعب دوره بقى يمشي على لاعب لاعب يحوش على علي ويحرز الهدف يحرز الهدف اصحاب السعاده بيشاوروا للجمهور انا بقول لكم الجمهور الروح يلعب الكوره لدولا يلعب الكوره لكن ياخد رمية حرة ياخد رمية حرة الجمهور المصري الجمهور المصري الحصري اهو وبينتهي اللقاء كريم هنداوي والرجاله ياه يا انتهى اللقاء لكن اخر كوره مبروك 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 الى المباراه النهائيه الى المباراه النهائيه كره اليد المصريه وان شاء الله تتكرر الانجاز بامتياز يوم السبت باذن الله مبروك 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 هايلين ولاد المصريين
فرحة والسعادة. مبروك خوان كارلوس باسكور، مبروك هاني الفخراني، مبروك سير رحيل للنهائي الفائز من الجزائر الشقيق. يحيى الدرع، يحيى الدرع تستحقها يا ولد. الوايت هورس القلب الشجاع لعب باستمتاع. يحيى الدرع رجل المباراة بإجادة بفعالية بتميز 100%. الدرع 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 كان هو الدرع 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 الدرع، كان أسد بمعنى الكلمة بمعنى الحروف بالشكل المعروف. ملايين من القاهرة لأسوان، السعادة في كل مكان، في بحري واسكندرية والصعيد، في كل حتة عندنا الجديد مع كرة اليد المصرية. أصحاب السعادة الحقيقية، أصحاب البطولات، الرجولة، يا جمهور مصر.